أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. مرحبا مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. ولادكم هم ولادنا وراهم تحت جناحنا. هذه الحصة هذه تساعدكم أنتم الأولياء في التعامل مع حالات معينة. معنا أخصائيين في شتى المجالات يعطونا بعض التوضيحات اللي يساعدكم أنتم باش تربي ولادكم وتعتنوا بهم لأنهم جيل الغد. كاين موضوع مهم هو موضوع الدلل. Les enfants gâtés يعني الأطفال اللي مدلين زيادة عن اللزوم شوية، الوالدين تاعهم اللي ما يرفضوا لهم حتى طلب. ماذا بينا اليوم مع أخصائيين نتكلموا معهم ونوضح لكم بعض النقاط وين هذا الدلل هذا ممكن أنه يضر هذا الطفل هذا. إذن راح يرافقني اليوم الأستاذة تفاحي هنية أخصائية في علم النفس. مرحبا بك أستاذة. مرحبا بك، شرفتينا 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 شرفتينا. وكذلك يرافقني سيد لابري نور الدين. مرحبا بك. مرحبا بك سي نور الدين. مرحبا بك. تفضل. 39 سنه في سلك التعليم. مرحبا بك. مرحبا بك. شكرا. مرحبا بك. وفي كل مره نجيبوا ولي امر ولا عم ولا خال ولا اللي عاش هذا الوضع هذا اللي نتكلموا عليه. اليوم معنا زيتوني هواري. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك هواري. شرفنا شرفنا. تفضل تفضل تفضل. ونستضيف كذلك طفله تدير واجباتها المدرسية فوق هذا المكتب الجميل. ريما تعالي بنتي، واش راكي لاباس؟ لاباس بنتي، شحال في عمرك؟ 10 سنوات. واش مسنة درسي؟ سنة خامسة. شاطرة انت يا القراية. هيا برافو بنتي، روحي لهذاك المكتب وديري الواجبات المدرسية نتاعك باش تنجحي ان شاء الله. يلا تفضلي بنتي. وانتم كذلك يا اطفال ديروا كيما ريما، لازم تديروا الواجبات المدرسية تاعكم بانتظام باش تنجحوا. مرحبا بكم. مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. اليوم موضوع الدلل. موضوع الدلل لي زونفون غاتي. انا نظن باللي ما كانش انسان ما عاش هذا الوضع هذا، ولكن اليوم رانا هنا باش نتكلموا مع الاولياء وين راه الدلل المفيد. ما نقولش المفيد يعني الدلل اللي ما يضرش، الدلل اللي ما يضرش، وقتاش هذا الدلل هذا ممكن يعني يضر ولادهم، يعني يؤدي بهم الى وضعيه لا يحمد عقباه كما يقولوا. هذا الدلل الذي لا يحمد عقباه. ماذا بيا نبدا بك أنسة هنية، كيفاش تشوفي الدلل في الوسط الاجتماعي الجزائري؟ يعني يا هل ترى العائلة الجزائرية تدلل ولادها بزاف ولا مشي ولا مشي بزاف، ولا كاين اللي بزاف وكاين اللي غير شوية، وكاين كيفاش تشوفيه في الوسط الاجتماعي؟ السلام عليكم، أشكرك أستاذ يزيد على هذه الاستضافة. والله يعني موضوع الدلل هو موضوع شائع ونعرفوه كامل، كما قلت ما كاش اللي ما جاش على هذه الفترة على هذه المرحلة المعينة. وفعلا يعني الدلل لما يكون في حدود المعقول هو ممتع، ما يضرش يعني. لا ما يضرش، لانه ما كاش اللي ما يحبش يكون قاتي سورتو شي لي بارون. بالضبط، يعني نبداو بهم دائما، الانطلاقه تكون منه. ولكن نتكلموا عن مضاعفات الدلل الى غير ذلك، بعد ما يولي حاله سلوكيه غير مكتسبه في المجتمع. بالضبط. مثلا واحد اللي يكون مدلل لدرجه انه يضر الاخ تاعه ولا زميله في المدرسه ولا صديقه في العمل، يعني احنا كي نديروا بين قوسين الدلل هو شعور طفولي. كنقولوا في علم النفس هو عباره عن نقص ريغريسيون لمرحله طفليه صغيره. يعني اللي عنده دوك الدلل وهو كبير ما نعتبروهش دلل. بالضبط بالضبط. هو يعني الدلل موجه للاطفال، للأطفال. يعني بعد كي يكبر في الحاله المرضيه، اذا قعد فوالا كبر به راح يؤدي الى اشياء اخرى، الى انحرافات، الى اشياء اخرى. بالضبط بالضبط بالضبط. انا كنا درنا حصه على النشاط المفرط، ولما تكلمنا عرفنا باللي ممكن انه الدلل قادر يؤدي الى النشاط المفرط اللي هو الهيبر اكتيفيتي. هذاك لما تكلمنا تما جاتنا الفكره باش نتكلموا على الدلل، لان من بعد عرفنا باللي مضاعفات الدلل راهي قادره تكون حاجه كبيره، يعني حاجه مضره
استاذ لابري ماذا بيا تكلم لي في المنظومه التربويه 39 سنه يجوكم اطفال من كل شرائح، يعني من كل شرائح، واحد مدلل في دارهم، واحد جدو مدلو، واحد انا ما كاش لي هضر معايا، واحد انا بابا ما يقوليش هكذا، واحد انا يما ما تزكيش عليا، واحد يعني بعض لي براتيك السلوكيات اللي انتم تواجهوها مباشره، يعني كيفاش تتعاملوا معها؟ يا ترى واش هو دور المعلم في والمربي في هذا الباب هذا؟ شكرا سي يزيد، بارك الله فيك. هذا الموضوع كذلك موضوع الدلال شائع في المدرسه بصفه عامه، سواء عندنا او خاصه في الاطوار الاولى، يعني نعم نعم، هو يحدث كما قالت الاستاذه في الاطوار الاولى من تطور شخصيه الطفل وتكوينه الى غير ذلك. يعني شائع تما بالك في الاطوار الدور الثاني ولا تسيبوه لكن قليل؟ لا، كل ما يكبر الطفل كل ما ينقص هذا الدلال. حتى الاولياء يعني يدللون الصغير اكثر مما يدللون المازوزي اكثر مما يدللون الكبير. دائما دائما دائما. ولكن هل تحسوا في النتائج المدرسيه لما يكون الطفل مدلل اكثر من اللازم؟ تحس مثلا من الطفل اللي مش مدلل بزاف، هل الدلال نعم هذا نعم نعم يقدر نعم يؤدي الى نقص في النتائج، نعم تراجع في النتائج؟ غالبا اقول غالبا ما ان الطفل المدلل يكون متاخر قليلا على كل حال، خاطر التاخر هذا يعني متساوي، هو اصلا تسيبه ما يحبش الصعوبات. نعم، لانه والديه مسهلين له كل شيء. بارك الله فيك، يعني بضل هو معول ومتكئ على الوالدين الذين يعني يوفرون له كل ما يريد. بالضبط. وانا حبيت نقول كلمه، لما يصادف صعوبه يقول لك انا صعوبه هذه ماشي موالف، ماشي موالف، ما يتحررش. بالضبط. طب كاين، انا نشوف ان هناك فرق ما بين في التدلل، عندما الاولياء يدلوا ولادهم فانهم يخطئون، هو الدلال شيء طبيعي ولازم، ولكن الدلال المفرط هذاك اللي المفرط. نعم، الدليل المفرط، يظن الأولياء، يظن بعض الأولياء على كل حال، أنه لما يوفر حاجيات الطفل اللازمة يوفرها له، يعني حتى في بعض الرفاهية، يعني هذه حاجة يعني حاجة مليحة بالنسبة له، حاجة مليحة، حاجة مليحة. ولكن حتى في العقاب، يعني مش خلينا من الرفاهيه وكامل، حتى في العقاب لما الطفل نتاعك انت ما تعاقبوش، لا يعاقب، يعني ما تزقيش عليهم، بعد يدخل في اطار منظم اللي هو المدرسه وكامل، راح يتفاجئ اول مره جو آخر. نعم، مثلا اول مره راح المعلم يعاقبه، ولا بالك راح يبكي، ولا راح توقع له صدمه. نعم نعم، يصاب بصدمه، يعني ممكن دوك هذا الشيء اللي يخافوا منه. بعباره اخرى الدليل هو النزول الى رغبه الطفل مهما كانت، اعطاء الحريه التامه وعدم التدخل في إيقافه وجعله حد لبعض تصرفاته، هذا هو الدلل عموما. بالضبط. فحينها الطفل يعيش بهذا العادة، بهذا التعود، يتعود على هذه السلوكات، على هذه الحالة، ثم يأتي إلى المدرسة فيأتي بها بطبيعة الحال، وتجده أقل اجتماعيا أو اجتماعية من الآخرين، فلا يندمج مع الفوج، مع الجماعة التربوية للتلاميذ بسهولة، فتجده يشتكي دائما من أي تصرف ولو كان بسيط جدا، يعني زميله في القسم يمسه فقط هكذا فيثور ولا يقبل ذلك. بالضبط. وهذا هذا هذا يحدث كثيرا في المدارس، وحنا نلاحظوها خاصة عندما يكون عند الأسرة اللي عندها طفل واحد. يكون التدلل أكثر. بالضبط. طفل واحد يعني يحبوا يوفروا له كل شيء، لكن الأولياء أحيانا حتى عندما الطفل يكبر يوصل حتى لسن المراهقة يواصلون في تدليله، وهنا يصبح خطر كبير. هذا خطر كبير، هذا هنا يصبح يعني خطر كبير، خطر كبير، خاصة فاش في توفير كل اللوازم اللي يحتاجها، وزيد حتى فيما يخص النقود، فيما يخص يعني المال، كيوفروا له كلش ومن بعد يكبر ولازم له يسيب هذوك النقود اللي موالفين يوفروا له، هذا المشكل. يعني اذا يطلب اي مبلغ فتجد الاولياء ينزلون الى رغبته ويوفرون له ذلك. انا دائما الحكايه الطريفه نذكرها، هذاك الرجل اللي ولده كبر ويماه مدلته، يعني هو بالمرات الام هي الاكثر يعني تدليلا، باباه قال له لازم تخدم، باباه قال له لازم تخدم يا وليدي، وهذاك عمره ما خدم، يماه وليدي عندها ولد واحد، قالوا لازم تروح تخدم،
هذاك الطفل تعزم كاع يهضر معايا يما كيفاش نخدم وانا ما موالفش نخدم وكمان قالت له روح يا وليدي كي تنوض الصباح نعطيك مصيرفه روح الدور والعشيه كي تجي وريها لباباك قول له هذه هي الخدمه ديالي. يروح كيما كان الحال عطات له يما يروح يدور يرجع العشيه يقول له بابا انا خدمت يقول له اعطي لي واش خدمت يحكم هذيك النقود يحكمها بابا يرميها بالطاقه هكذا. الطفل يسكت بابا ما يقول له والو كيما كان الحال تكرر الوضع. واحد النهار يماه كانت غايبه عندها طرف عندها ظرف طارئ راح خدم قال انا ما صبت عليها وين بابا دوك يغضب راح خدم هذاك النهار وجاب هذوك النقود يعني مده ايام وبابا يرمي في هذوك النقود وما يهدرش. النهار اللي خدم قال له خدمت اليوم قال له اه انا خدمت يا بابا قال له اعطي لي هذوك النقود احكم هذوك النقود جي رميهم بالطاقه قال حبس 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 قال له قال له يا وليدي هادو هما برك اللي تعبت عليهم يعني هذه يعني باش تشوف حتى حتى الحكايه الطريفه يعني من المجتمع عندها معنى عندها معنى كبير يعني وحنا عايشينها في الجزائر كاين كاين ما نقولش اطفال كاين مراهقين وكامل عايش يعني بالنسبه ليه الام نتاعو والوالدين يوفروا له كلش ولكن ينسى حاجه انه لما يتجاوز 21 و22 24 سنه لازم يتكل على نفسه. هذا هو المشكل. دوك حنا كاولياء واش درنا لولادنا باش سلحناهم باش يواجهوا هذه الحياه والحياه قاسيه. لماذا؟ لان الحياه فيها صعوبات العمل ماهوش سهل وكامل. ماذا بيا استاذه هاد الاولياء هادو اللي الام تسيبها تخبي على الطفل يدير حوايج ما تقولش لبابا هذا هو الدلال يعني هذا هو الخطير انا بالنسبه لي هذا هاد النقطه اللي ماذا بيا نتكلموا فيها. نعم كاين امهات اللي سواء مع البنات او مع الذكور يعني باغيزوم تخبي على الاب تاعهم هي من الباب تاعها كي تخبي تقول لك باش نقص المشاكل ولكن ماهيش ظنها بلي راهي تتكون مشاكل من جانب اخر. بالضبط. لانه علاش لما يكون المشكل لما يقسموا يتقاسمه الاب والام يكون اخف شويه. باغ اكزومبل كاين امهات اللي تخبي على اولادها باغ اكزومبل اللي او يروح يسهر في الليل مدلاته وتزيد له دم يسهر في الليل حتى ولا يتكي في السجائر ولا اي حاجه. باغ اكزومبل كاين امهات يعني ممكن وكان قسمت هاد الافه هذه مع الوالد بلك كان ممكن يلحق وليده هو مازال صغير فوالا انه بعد هو كي يكتشف وليده عنده يكون مشكل متأخر. ويكون كبير خلاص فوالا. هنا ندخلوا في الدور هنا وراه دور الاب وراه دور الام. معليش نقولوا للام دللي ولكن كل واحد ياخذ حدوده. انا ام في حدود المنطق باغ اكزومبل حنا مع ازواجنا ولا باغ اكزومبل اطفال يطلبوا منا اشياء كاين اشياء نقولوا لا هذيك الاب تاعك اللي يديرها ماشي انا وكاين اللي لا يقول لك انا يما هي اللي تقول لي دير كلش. بالضبط. شغل هي اللي توفرها له. لازم المجتمع الجزائري هو يبان بان الرجل هو له في مرتبه السلطه والقوه ولكن لو كان نتعمقوا جيدا نلقاو ان الام هي اللي تحكم يعني هنا لعب الادوار اختلافة. دوك الطفل تكون المثاليه تاعو شكون سي ليديال سي لا مامون يعني والام تمشي بالعاطفه عمره ما حيفكر كرجل وكسلطه وكموضوعيه. بالضبط بالضبط بالضبط. هو ري زيتوني اليوم راك معنا لانك انت عم ماذا بينا تقاسمنا التجربه نتاع ولاد خوك كيفاش كان مفششهم وهل يا ترى هذا الدلل هذا ضرهم في الدراسه نتاعهم ولا ما ضرهمش ولا وكي دخلوا يقراوا هل حسوا باللي هذا الفشوش هذا الدلل هذا اثر عليهم ولا لا؟ تفضل. السلام عليكم. نشكرك استاذ يزيد على هذه الدعوه في هذه الحصه الرائعه تاع اولادنا تحت جناحنا. الله يخليك. مع هذه الاساتذه الرائعين. الله يخليك. وانا الحقيقه التجربه نتاعي مع اولاد خويا صح الدلال ما ضرهمش في الدراسه بزاف. اسكو كانوا مدلين بزاف؟ نعم. من الوالدين برك ولا حتى الجد والجده كل شيء الحق كامل لا تحموا لهم كل شيء. ولكن دلال يعني هذاك الدلال تاع وليدي ونحبك وكذا ولا هذاك الدلال تاع يدير واش يحب هذا هو الفرق. الدلال تاع وليدي ونحبك وكذا هذا ما يضرش انا على ما نظن ولكن الدلال هذاك تاع الطفل تسيبو يدير واش يحب حتى يوصل حتى للنشاط المفرط يعني حتى الليبر اكتيفيتي لانه ولف يدير واش يحب هذا هو كنا قربنا نوصلوا لذاك الشيء دوك داركتوا الوضع داركنا الوضع
ولكن من قبل في ذاك الدلال واجهنا بعض المشاكل. صح في الدراسه ما اثرش عليهم الدلال، ولكن في الدار ولا انا عمو كبير قول له جيب لي ديك الحاجه، يقول لي لا ما نشيبش. يعني يفرض الشخصيه نتاعو كامل، وبالنسبه ليه ما تقدش تتعامل، ما ياخذش الراي كي يكون الدلال هكا مفرط، ما تقدش تتعامل مع هاد الاطفال. يجي التعامل صعيب، صعيب كثير، يقول له ما يسمع ما ي... ومن بعد كي ما يسمعلكش انت واش كنت دير؟ اسكو تقول لوالديه ولا ولا تعاقبه وحدك ولا كيفاش كنت دير؟ في المواقف الاولى كنت نقول لوالديه. والديه ما كانوش يدوها بزاف، ما داروا والو، قال لك ما حبش يهضروا معاه، قال احترم عمك. كذا بصح كان سيتروطا، كان ديجا دلل، كان ديجا دلل. وبرلوي هذيك هي الحياه يعني. برلوي هذيك هي الحياه. لهذا واجهنا بعض صعوبات كثيره، يعني تولي يولي ما يحترمش، يولي الحاجه اللي تجي في راسه يديرها ما يحوش يفهم. يعني يقول لك هذا تكون كبير ولا تكون صغير تقول له روح جيب لي هذه ولا دير هذه، يقول لك لا نورمال يعني ما ي... وهل من بعد لما دخلوا يقراوا اسكو تغير الوضع؟ باسكو الطفل لما يدخل للمدرسه من المفروض احنا ننتظروا منه انه يتغير الوضع. لماذا؟ لانه يفاسفرونتي لوتوريتي، يعني هذاك النظام هذاك تاع المؤسسه المدرسيه يعرف باللي كاين نظام لازم يمشي فيه. تغير الوضع شويه، تغير شويه، تغير وقعدوا هكذاك مدلين. ومن بعد كيف كيفاش تعاملتوا معهم يعني؟ والله وفي الدراسه نتاعهم ما كان حتى مشكل. واحنا المشكل اللي صادفناه انها ونشكرك بعدا على هذه الحصه الرائعه جدا. الله يخليك. انا ما كانش حصص كما هذه اللي توعي الاباء. انا نشكره بدوري لانه بارك الله فيه عنده الحق. لابد الاولياء ما يا حليل، انا اقول يا حليل. نعم الكبده، نعم الكبده. ولكن كما قلت بقبيل اللي عندهم ولد واحد، سمح لي هذه اكثر ما عندهمش التجربه في التربيه. نعم عنده ولد. نعم واحد، هذاك هو الاولاني. نعم يقول لك هذه الحياه يعني هكذا. تفضل. نعم ولكنهم يجهلون، الاولياء يجهلون كيفيه تربيه الاولاد. ففي هذه النقطه هذه اللي نتكلموا عليها التدلل، ف احيانا يروحوا للافراط. الافراط اذا زاد الشيء ونحده بارك الله فيك، يعني الافراط في كل شيء مع 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 الطفل. ولكن كاين هناك العكس اللي هو التفريط، يسمع في الطفل ويخليه يكبر هكذا او يكبر وطالع جاي. لا هذا ولا ذاك ينفع في التربيه. خير الامور اوسطها. نعم خير الامور اوسط، الوسطيه في التربيه سواء في الاسره في العائله او حتى في المدرسه. في المدرسه انت قلت في حصص، في حصه من الحصص قلت واحد المثل une main de fer dans un gant de velours. يد من حديد في قفاز من قطيفة. من حرير. نعم لازم الطفل لازم الحنان، لازم له الحنان. لا وفي حاجة إلى الحنان، نعطي له الحنان. إذا استطعنا أن نوفر له أمور العيش الرفاهية. نعم نوفر لأبنائنا. ولكن لازم لابد عليه أن يعرف حدوده، بأن هناك حدود، هناك خطوط حمراء لا يسمح ابدا للطفل ان يتجاوزها. ياما شفنا ناس المستوى المعيشي تاعهم متقدم يعني رفيع، ولكن ولادهم مربيين. نعم يعرفون كيف يربون ابنائهم. بالضبط يوفر له، لما يوفر له يديه للعطله ويخرجوا حتى للخارج. يعني ماشي شرط ويقول له هذا راك انت في الدراسه وكذا، ولكن اثناء الدراسه لا يتبعوا ويقولوا يعني ما فيش النزهه، ما فيش يعني المستوى المعيشي ماهوش يعني ماهوش مؤشر. لا لا ابدا. بالضبط. لا ابدا. بالضبط. هذا بالضبط. هو اللي حبيت. بالضبط. شكرا شكرا. اكد ما قال استاذه. تكلمنا كاع على الاولياء وكامل، احنا ماذا بينا نعطوهم بعض النصائح للاولياء كيفاش يتعاملوا في عجاله في مع هذا الوضع هذا باش ينقدوا ولادهم، لاني انا نقول باللي لازم ينقدوا ولادهم من هذا الذلل، لانه ممكن يكون مضر 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 جدا، يدي حتى الى شفنا حالات مرضيه يعني. نعم نعم والله احنا من بين النصائح اللي نقدروا نقدموها لهم كما يقول لك ان نعطي لكل شيء حقه، لازم يعرفوا بلي كاين حدود. الدلل هي حاله، ما كاش اللي ما يحبش يدلل. هضرنا فقط عن الدلل باغ اكزومبل على الاطفال، كاين اللي كبار ويدلوا بحاجه الى ذلك لانها نقطه ايجابيه تزيد تعزز في حياتهم، ولكن ناخذوها دائما من الناحيه الايجابيه. واللي عنده الدلل لازم يعرفوا بان هذا الطفل راح تكون عنده صعوبه في اقامه علاقات اجتماعيه،
هذا الطفل كي يكبر تكون عنده صعوبه في علاقته مع زوجته في البيت، وكيفاش هو مدلل وراح يجيب اطفال وراح يزيد يعاود يكرر نفس الحاله ونفس المرحله اللي عاشها هو. يعني حتى الانسان لما يكون مدلل زياده على اللزم كما يقولوا مثلا، يولف دائما الحاجه اللي يحبها يعطوها له، ومن بعد كي يكبر الا زاد، اذا كبر بهذيك الافه هذه اللي نسميها انا، يحب حاجه ما يعطوهالوش، واش راح يدير؟ راح يروح للسرقه، راح يروح للاعتداءات، العنف. ثاني كي يكون مدلل ومن بعد يولي اب، بعد ما يحنش على ولاده، لانه هو والف يدي هو كل الشغل ولاده موراه، عمرهم ما حين يسبقوه، سازيغ دائما يحب المكانه تاعو دائما تقعد هي الاولى. احنا ننصحوا هاد الاولياء، نقول لهم كل حاجه عندها حقها، عندنا حدود، لازم نفصلوا بين الاطفال، ولازم اللي كبير كبير واللي صغير صغير، والاب مكانته والام مكانتها والجد عندها مكانتهم، يعني لازم هاد يعني الجد والجده الجد والجده معروفين بهذا الشيء، معروفين تقول يعني نقولوا الجد والجده، ولكن احيانا الجد والجده نلقاو عندهم حوايج بزاف لازم نديوها من عندهم لخاطر تاع دوك باغ اكزومبل. انا ديفوا احيانا نشوف الدلال عند الناس اللي ممكن كانت عندهم صعوبه في المعيشه، مثلا تقول لك انا نوفر لولادي باسكو انا ما كليتش انا ما درت، شغل كاين حاجات ولكن كي نشوفوها بصح خدتها من الناحيه السلبيه، يقول لك باغ اكزومبل انا ما توفرتليش، يقول لك انا تحرمت ولادي ما يتحرموش، ماذا بيا ندير لهم كلش. انا نقولوا نديروا كلش ولكن بحدود. بالضبط، باش نفكروا بلي وليدي نقولوا لازم نشاركوا في الحوار، اليوم راني قدرت ممكن يجي نهار ما تلقاش. يعني الدلال كنا تكلمنا في حلقات فاتت، مثلا وليدك يكون مدلل تديه المدرسه في الدخول المدرسي في الطور الاول، ما يحبش يروح يقرا، مادام انت مدلو راح يغيدك راح ترجعوا للدار، وهذا خطا فادح وقلنا ما لازمش نديروه. هذه وحده، وثاني وليدك كيكون مدلل وما تقدرش توفر له شيء، من بعد قادر يتعزم، قادر يروح الى ازمه اخرى، يعني ازمه تربويه. احنا في مراحل نمو الطفل دائما كنا نتكلموا على الازمات. نعم. يعني نحاولوا الطفل هذا ما يتعرضش الى صدمات، لانه الطفل لما تولف له تعطيله من بعد تقول له لا ما كانش، انا تكون صدمه. نعم. ولكن كل صدمه والحده نتاعها والقوه نتاعها. نعم. انا نقول لازم يكون توازن في العلاقات بين الاب والام، بين الجد والجدة. أنا نشفى كنا صغار، أنا مثلا جدي هو اللي كان مدلل لي أكثر منهم كامل، ولكن الأب كان يوازن من هيك. نعم. أبي يوازن، الأم توازن، الجدة توازن، كل واحد عنده الدور نتاعو. هذا هو الشيء اللي لازم نوضحوه للناس. نعم. أنه الدلل المفرط هذا قادر يدي إلى عواقب وخيمة. نعم. تدي للبيراكتيفيتي، تدي للسرقة، تدي للرسوب المدرسي، تدي يعني عواقب لا يحمد عقباها. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحلقه الخاصه بالدلل. اذا ما تدلوش ولادكم بزاف، حبوهم، اعطوا لهم الحب والحنان، ولكن نو ليغاتي با بوكو، لانه الطفل المدلل ممكن هذاك الدلل هذاك يشكل له عائق في حياته المستقبليه. اذا تقدروا تتابعونا على موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com، ولا صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. استناونا في حلقه مقبله في الاسبوع المقبل. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد، نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان، لا مقهولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة.